طبعا رحت انا لهونيك وجبت بقايا الصاروخ على اساس بدي ازرع زريعه ورده بحطه منظر بالبيت. وبعدين اجت الشتاء فكرت اني اعمله صوبيا. قمت اخذتها لعند صاحبي صديقي فاتح بكنيسه بني عز حداد، اخذتها لهونيك واشتغل لي اياها، جبت لهون وحطيناها بالبيت، شغلناها طلعت بتدفي كتير وكويسة. وطريقة تشغيلها من هون، حط الحطب والفحم، تشتغل فحم وحطب. طبعا هون ضربة الطيارة، جبت الصاروخ انا من هون، هاي دمار السيارة، ضررت هاي الحارة. وحبينا يعني انه يكون شيء من آلامنا، نحط ذكرى بالبيت، بقايا الصاروخ، يعني عشنا ألم بعد ضربة الطيارة، حطينا ذكرى، وكانت فكرة كويسة يعني، وبتدفي كتير ممتازة.